صباحكم الله بالخير مشاهدي قناة العراقية الإخبارية أينما كنتم متابعي الوطن والناس. حلقة جديدة على هواء مباشرة من بغداد من جانب الكرخ في تقاطع البياع القادم من مناطق الشهداء والشرطة الرابعة المتوجه إلى مركز بغداد اليرموك والعلاوي وأيضا يربط بين حي العامل والبياع. دعوة لكم من يشاهدنا وكل من يسمعنا، أي شخص عنده وجهة نظر، عنده قضية، عنده رأي، العراقية الإخبارية منبر لكل الآراء. نشوف الناس المتواجدين في تقاطع البياع ونسمع آرائهم ونبدي على بركة الله. حياك الله. السلام عليكم. شلونك؟ شو أخبارك؟ صحتك؟ الحمد لله. الله يحفظك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة والخلود شهداء بغداد وشهداء العراق عامة. ثاني شيء أريد بس أقول للحكومة شغلة واحدة، يعني هاي الناس الراحة في التفجير والناس الجرحى الله يشفيهم إن شاء الله، شنو ذنبها؟ ثاني شغلة، أسماء نحن مسجلين بوزارة الدفاع صار لنا تقريبا سنتين حتى الآن أسماءنا ما طالعة. أسماء شنو مسجلين يعني تقديم؟ وزارة الدفاع جندي. جندي بصفة جندي. نعم لحد الآن أسماءنا ما طالعة. طيب نريد بس لو يطلعون أسماءنا، يعني أنا هسه أشتغل مستشفى شهريتي 150. شهريتك 150؟ شهريتي 150. يعني شنو أجر؟ لو أجور يومية. زين يا مستشفى؟ ها؟ مستشفى اليرموك. اليوم أنت وين بيتكم؟ أنا بصلاح الدين وجاي أعيش ببغداد، ما عندنا شغل غادي ولا عمل. وين صلاح الدين؟ وين؟ صلاح الدين الشرقاط. بالشرقاط؟ إي. كنا قبل أسبوعين بالشرقاط. بالشرقاط. وشفنا وضع حالتها زيانة، بس شنو؟ العمل ماكو. عمل ماكو. عمل ماكو، تعبان يعني. كلش تعبان. عمل تشتغل ماكو. من الصبح للليل. وهنا قاعد أنت عائلتك وحدك؟ لا أنا عائلتي. الله يحفظك. عندي أطفال اثنين وشهريتي 150 ومأجر 200. زين منين نجيب 50 بقية؟ منين نجيب العيشة؟ شلون؟ والله من هنا ومن هنا. شلون؟ الله جاي يدبر. تاخذ بقاشيش بالدوام؟ ها؟ دوام؟ نحصل بقاشيش، نحصل يلا بقاشيش. يلا الحمد لله. ثاني شيء، والله العظيم. زين انت 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 وانا قايل للحكومة والله. بس ده. والله راح ترجع الثورة وأكبر من الإسلام، ووعد إنها ترجع الثورة. نعم. وعد إنها ترجع الثورة. زين. وعد راح نزيحكم ونزيحكم. طيب ما خليكم. طيب انت بصلاح الدين يعني صلاح الدين هو بها اقضيه، ليش ما شفت لك شغل هناك؟ يعني ماكو شغل بصلاح الدين كلها؟ انا باعتبار ان انا بين اهلي وناسي بغداد. لا 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 اوكي اوكي. ثاني شيء ايه بغداد، انا اشوف بغداد ام الفقير. بغداد تقدر تعيش بها. اذا تبيع مي بالشارع او شاي بالشارع انت يومتك طالعه 25 و10 حلوه 15. بغداد ام الفقير. ام الفقير بغداد. وبغداد امنا ان شاء الله. يا بس حبيبي. والله الله يحفظك. والله عمو. ترجع الثوره حجي. وترجع والا اسويكم منها. تعال تعال الله يحفظك حبيبي. مصطفى الله يسعدك. شلونك؟ شلونك قلبي؟ شو اخبارك؟ عرفتني؟ لا والله. احد القنوات قبل حجيت علماني وبطلوني وهذا يوم. صار رشيد صار 4 سنوات. شلونك وهسه؟ لحد الان. نعم الحمد لله شكرا. مصطفى حشيك على تجاوزاتي بالتراث. بالتراث. راح من والدك صار تجاوزات منين؟ يعني تجاوزتها حواسم العالم قاعده. زين عالم شنو يذنب يجي واحد بالامانه يطيهم حذرهم 15 يوم. زين مهله يرحم والديك. هم منطقه على الرصيف لو شنو؟ لا قدماء مصطفى. قدماء يرحم والديك. زين يجي واحد مستثمر على اساس يريده، واحد يقول انا ما ادري وين يداوم، راح من روح امك باليوم. شافوا لهم بديل ابو المستثمر؟ لحد هناك كل شيء ماكو. تفليش. نعم طلعوا وياهم قوه قالوا التفليش، طلعوا مهله 15 يوم لحي التراث يم المستصفى. نعم اروح لك فيديو هديهم اطلعنا هناك. نعم رحمة والديك. وسنة 21 خير من الله. والله العظيم اللابس هدوم يمكن يبيحن. اي والله العظيم يمكن يبيحن. الله يحفظك. والله العظيم. الله يحفظك. ايوه شلون مستقبل؟ السلام عليكم. مستعجل. شلون استاذ انا عندي مظلوميه. نعم. انا اتمنى ابونا هو وزير الداخليه يقول انا ابوكم، انا ما خليت باب ما دقيته. انا كنت اداوم بالاتحاديه الفرقه الخامسه. نعم. سامره. يحكي انصابويت وهاي الاصابه مالتي. هاي اصابتي. ها هاي يقولون انت ما صدر فيك امر اداري ولا انت مثل هذا، شلون انا ما عندي امر اداري وهاي برقيه وهاي اولياتي وكلها موجوده. بس دقيقه برقيه شو يعني برقيه امر دار؟ امر دار شنو ما صدر؟ قالوا ما صدر فيك امر اداري، انا ما صدر بي، شلون جبتوني من الشارع وخليتوني؟ هاي برقيه، برقيه من الفرقه مالتي. هذا كتاب. ها بس دقيقة، أنت تداوم. نعم. بالشرطة الاتحادية. الشرطة الاتحادية بسامرة. ويا سنة تعينت؟ بال 2014. زين،
انصابت بيا سنه انصابت بيا سنه انصابت بال 2000 بنهايه 2014 بنهايه 2014 ايه يعني من كانت داعش زين انت يقولوا لك انه انت ما عندك امر اداري من موظف ايه عندنا زين شلون انت استلمت راتبتين انا استلمت بوقتها 400 وشويه اخذوهن طعام هي طونا ياهن اول ما داومنا كانت تدري داعش وها سقطت فبعد يعني ماكو هاي اللجان الطبيه مالتي اولياتي هاي كلها شايلها بالسياره يعني ما خليت باب ما دقيته ما خليت باب ما دقيته زين يعني انا هو ابونا الوزير الداخليه مو يقول انا ابوك زين مش قال الشرطه الاتحاديه ما شفتهم؟ يعني احنا رحت للقائد رحت للمفتشيه يعني شو تريد؟ عدماتي هاي عدماتي هاي العدمات نعم. هاي عدماتي صار اتصل بلواء انور اتصل بلواء انور خلي اتصل بلواء انور هاي باحث استاذ مصطفى هاي اولياتي وهاي اللجان الطبيه وكلها موجوده نعم. يعني شو تريد اي اوليات عندي هذا السريه مالتي هاي السريه مالتي هاي مال اللواء الفرقه كلها موجوده اوليات يعني اريد بس اوصل السيد للوزير يعني بس هو ابويا لان مليت ما خليت واحد ما رحت له ما خليت والله بعت اللي عندي وما عندي على مود هاي رجلي هاي رجلي كلها هسه حتى تعيين ما حد يستقبلنا تعيين هاي رجلي كلها صقر هاي رجلي ما عندي علاج اسوي عمليه بعد عندي عمليه يصير عندي تليف والله برجلي ما حد مليت يعني. تليف رجلي وما عندي بعد اسوي نعم زين انت بعد ما انصابت قالوا لك روح اقعد بالبيت هي راح لا خلصت اجازه يعني اجازه ورجعت دوامي بعدين قالوا ما عندنا رواتب نعطيك رجعت قابلت يعني قابلت ما خليت لا مفتشيه لا خليت ما خليت هياتي كلها موجوده عندي نعم استنساخاتي نفس الشيء نعم هاي الكتب كلها عندي نعم هاي البرقيه هذه الكتب كلها موجوده برا زمان ما يرد علينا لو انور ما اعرف مشغول نايم هاي اولياتي كلها موجوده زين هسه احنا ان شاء الله الاخوان امين ايضا احييهم نعم بمكتب العلاقات والاعلام قسم الرصد نعم هذا السيد حسين البطاط الاخ علي غازي والله ما يقصرون بس انا صوتي اريد اوصل السيد الوزير يعني انا نعم هم يوصلون هم السيد يكون مطالعه يعني اتمنى بالرصد عندهم مطالعه السيد الوزير ما يقصر والله يعني اسمك الكامل اسمك انا ساهر محمد عدنان ساهر محمد عدنان عدنان شنو تداوم شرطه الاتحاديه بسامر خليني تليفونك خليني وصار استاذ وانا اريد بعد منكم السيد الوزير على الله هو ابويا هو اللي يظلمني لان انا مظلوم لا هو ينصفك مو يظلمك انا مظلوم ان شاء الله ينصفك ان شاء الله ينصفك لان انا مظلوم وعلى الله وعليكم تحيات شكرا استاذ تحيات شلونك يابي السلام عليكم على مود الدراجات دحكي لان انا عندي دراجه اي تحيه طيبه للكادر الاخباريه الفضائيه وتحيه طيبه لوزير الداخليه تحيه طيبه لمدير من المرور العام نعم في السابق كانت الدراجه يشتروها من سكراب الجيش او من سكراب الشرطه ويكتبون طلب نرجو تسجيلها يسجلوها اي احنا حتى نقتصر الوقت انا صار لي راكب الدراجه 5 سنين وبيها منافيس وبيها كل شيء نعم. اذا اريد اروح هسه اسجلها تكلفني بالـ500 لان واحد طلع دراجته 19 صار فلها 300 زين انا ايش قد اصرف لها فاللي طلب على مود اختصر الامور مثل ما سيارات الحديد سجلوها سووا لها تسجيل طلب يغرمون في مبلغ بسيط 100 مثل زين. واحد ما عنده يدفع 300 400 ويسجلوها هم زين. الحكومه تستفاد زين. وهم الشخص الراكب الدراجه ما يكون مسؤول هسه انت حاسبوك عمو حاسبوك لا انا يعني بصراحه انا ما احكي على نفسي انا احكي على عموم العراق لا بس هسه من يشوفون بعمرك هذا ما يخالف انا احكي على جميع راكبي الدراجات في العراق ما احكي على نفسي نعم. ما يصير واحد يحكي اي هم يقولون الدراجة 125 سي سي فما فوق شنو مصير الدراجات اللي 60 و70 و50 سي سي و100 سي سي زين المشكلة وين احنا مرد هسه نحكي بالعمق المشكلة بالاستيراد شلون استوردوها وجابوها وبلا منافسات وبلاها ودخلوها هاي العالم اللي اشترت ب 700 و800 شنو مصيرها فطلب الأخير انه يقبلون الدراجات كلها بطلب ويغرب كلها الدراجات خلي ما يهم حتى ذا 125 اللي يقولون 125 مثل ما سووا بالسيارات الحديدة كانت اللي جابوها مو سيارات بلا ترقيم ويرقموها ويقرمون في المبلغ معين وتنتهي المشكلة زين هم يأخذوها قسم من المديريات في السابق لزمتها جابت الحادلة وسحقوها ما يصير هيك تمام
يعني انا بالقوه مشتري لي دراجه ياخذوها، بعدين اذا صادروها شنو الفائده من يعني عدها؟ احنا اليوم انت تريد عمليه تنظيميه تريدها عشوائيه، تشوف الشارع اليوم دراجات، حوادث الدراجات مميته. الصوت منين؟ اي الصوت هم نرجع ونقول، لان احنا ايش عندنا كلمه من الحكومه؟ زين. من الاول اللي يستورد انت ممنوع تبيع، علما تبيع الشخص الفلاني. لازم تقول له روح جيب اجازه من شلون سلاح، روح جيب زاده سوق وعمره لازم 18 حتى من ياخذها من هذا بالمحل، هم ياخذها هم يسجلها بالمرور وتنتهي هذه الشغله من العمق يعني من الاول. وهي ما تصير بعد. نعم. احنا هسه نقول لهم الدراجات هاي شنو مصيرها اللي انا راكبها، هاي الدراجه اسمح لنا شوي. نعم. هاي صاراني 5 سنين زين، ادفع نعم. مال 5 سنين نعم على 25 وغرامه 100. يعني مال 5 سنين تدفع لازم؟ اي واحد يقول انا دفعت مال سنه كلفتها 300 هاي الجديده. يعني ان شاء الله تشوف الاليه اللي تنظم هاي الاليه. نقول مثل اهل السيارات شلون. زين عمو انت ليش لجيت للدراجه؟ ليش؟ انا ما عندي اشتري سياره. ايه؟ بعدين باع الجدور اصورها. اها اجيب يعني الشغل اجيب الجدر. اكثر العالم على باب الله، قليل هذول اللي راكبين الدراجات يعني اللي هيك بس يتونس بها، اكثرها رايحه للدوام رايحه يعني صارت وسيله نقل. اي نعم. فأنا اللي أقوله مختصر كلام ونعاد أكثر من مرة، يسووا لها حل الهاي إن شاء الله. طلب عريضة. نعم. يا أبا هاي هم قبلوها هم كل فلوس وهم انطوها رقم أبو طلال. إن شاء الله. تحياتي. نشكركم عمي. تحياتي. الله يخليكم. الله يعافيك. شلونك يا أبو؟ الله يسلمك أستاذ مصطفى. شلونك شو أخبارك؟ الله يحفظك. صباح الخير عليك وعلى قناة العراقية إن شاء الله. الله العافية. أنا أشكر أريد أشكر الأستاذ عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. نعم. يسعدنا إحنا عندنا رواتب مال رعاية يعطونا بالشهر 175. أيه. واكو على اساس موضوع عن موازنه انه اكو زياده. واحنا بدنا نرجع على الموضوع صراحه، يعني 175 ما تكفي، يعني 5 عوائل يعني زي. احنا اطفال عندي وايجار فما تكفي. 5 عوائل شو؟ لا العفو 5 اطفال عندي. أيه. انا يعني وزوجتي. أيه. فهم يعني يعطيها الادنى 175. فقلنا لك انه اكو زياده يسعينا اللجنه الماليه تتقرر يوميا باكر وعقبه على موضوع الزياده. نعم. فناشد احنا النيابيه العامه ومجلس الوزراء الماليه انه ينظرون لحالتنا احنا. نعم. احنا طبقه فقيره استاذ مصطفى، امانه ما تكفينا، يعني لا ادويه مثلا مستشفى عندك انا قاعد ايجار، فاحنا ينظرون لحالتنا كل شيء. الحصه التموينيه تسوق لان ما في حصه تموينيه. والله ماكو حصه تموينيه، هاي طونا وزعونا مطحين شهرين رعايه، قالوا لكم مال شهرين يعني ما تسوي لنا في الموضوع يعني. نعم. قالوا قطع اراضي، سجلنا على قطع اراضي وهم دا يسعون بها. البارحه بالاخبار العراقي قالوا الحلبوس انه دا يسعد هذا الموضوع. نعم. بكت الله احنا بس يريدون. نعم. تصريح تضمين توزيع قطع الاراضي. والله هم يعني كيف احنا بنسمع هيك خبر، احنا شريحه فقيره، احنا كنا ما بينا مليون و700 يمكن 1000 يعني احنا رعايه، وقالوا اكو شيء مو جديد على الموازنه. انظرون حالتنا احنا رعايه ترى امانه مظلومين امانه يعني. فالناس الله يعينكم ان شاء الله يسهل. والله احنا هواي ناس يحملونا مسؤوليه انه بلكت يقبلون اللي صار، هواي مقدمين ما مستحق حتى هذا. هواي اكو صحيح صحيح. أشكرك. الله يسعدك. مشكور استاذ مصطفى. حياك الله. السلام عليكم. شلونك؟ شلونك حيلك؟ الله يسلمك. الله يحفظك. الله يسلمك. اقول لك بعد اخيك هذول الارهاب الشهداء ضحايا الارهاب. اي مو قالوا على اساس يوزعون قيعان شو ما يعني امي تسلم بشهر 500 واحنا قاعدين ايجار. اويلي. تسلم بالنا تعطيهم باليسرى. الشهيد من هو؟ سنان سليم جاسم اخويا. اخوه. اي اخوه. يعني هو عايشين على الراتب وبتعرف شوف الشغل. انت متزوج؟ اي متزوج انا. وهم نفس اللي قاعدين. متزوج وقاعد والمراه قلها دانسه. تعال هاي شلون شده واحنا قوى مدبرين الايجار. اويلي. والله العظيم بيت اهل. زعلانه. اي والله قال لي ما اجي ما ابوها مكلف بيها. والله العظيم. وتالي. هسه دايخ انا بين هيك وهيك. فد بينك كشخه ها اقول لك اياها. خاب تقول فد بينك كشخه هاي كل سنه اشتري ملابس. يلا ما شاء الله حلو. اي الحمد لله والشكر. لا الحمد لله والشكر. شنو شغلك؟ اني؟ لا انا عندي محل مال حلاقه. مال حلاق؟ اي حلاق. اي ما شاء الله حلاق هو دائما انيق. مو هي الانيق مو حتى الايجارات النوبه صعدل علينا يا اخوي. نقول له انا ويا الورق هذا ابو العمار يقول لي زين 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 هسه انا ايجاري 300. خل شوي نحكي بموضوعك الزواج. خلاف شخص بينك وبينه خلاف ويا الوالده ويا الاهل ويا الهاي؟ لا والله انا عندي فد والدتي واخويا. من رحت ثاني على المرأة جابت على رجعي يقول له روح شو تسوي سوي بس دقيقة هو شنو شنو أبوها أبوها يعني هي مو هي هي هي, هي قلبها وياك هي إيه قل لي اعزل يلا هي تقول لي اعزل ليش ما أدري لأن إحنا عايشين يعني ثلاث نفرات إيش هو يعني بيت يقول لي اعزل يا أخي قل لي اعزل وأنا قاعد إيجار أويلي
هسه لا تروح تشتكي، لا هسه اذا اريد مثلا الله يقولها راح اطلق. لا تقول يا الله عمو قصا سامح الله، انت عندك جهال عندك اطفال؟ اي عندي بنيه بالعطاس. قول يا الله لازم تدفع بس يبهدلوني بس. تقول يا الله اولا قضيه طلاق شيل من بالي. قول يا الله اولا ان شاء الله الله يطيب النفوس ان شاء الله والله يبرد القلوب يا اخي، غير هسه المره ترجع ان شاء الله، ترجع ان شاء الله ترجع، وانت طول بالك واحكي ويا والدها هسه نوجه بس نوجه له تحيه. ابو من وابو من؟ ابو علي. ابو علي ابو علي حياك الله، نمشي لك على ابو علي بس شو نقول؟ اعتبره والدك واحكي وياه يعني. انا جاي وياه بكل الطرق، هو يقول لي عزل، هو نفسه يقول لي عزل. ما يخالف ما يخالف، هسه هسه اليوم الوضع الاقتصادي ما يقول له ما يسمح لي، انا ايش حدي غير امه واخويا مو؟ يعني هسه والله العظيم مشكله. حتى بعد اخويا من راح عليه قال له تشدي بالضبط، قال لي اريد نزار يعزل. شنو السبب غير قال لي هسه هسه مره بتطلع من بيت اهلها بيت عمتها غير اكو سبب؟ هسه غير انا اعرف شنو السبب؟ نعم. قال لي ارجع اعزل ما خلوه. اكو مره من نام عمي انا اتزوج، شوفوني مره بالعباس اتزوج الوحده باربعه. زين تزوج شنو؟ بالقران اتزوج وقعد. زين تزوج ومع فلوس ووضع اقتصادي. ويا وضع اقتصادي. ويقول الفلوس ماكو وضع اقتصادي. شو اسوي؟ تزوج بيمن؟ اريد وحده ارمله، مره شهيد. ما عاد اهل عمي انا ماخذ. تريد راتب؟ عاد راتب تريد؟ ما انا اريد مره ارمله بدون راتب. عمي انا رجال، عمي عايش العائله كلها. يلا الله يحفظك الله يحفظك. فداي مال السالفه مال ما رجال ياخذ بنته من البيت هاي واقفه عمي. قول يلا قول يلا ما يخالف ما يخالف. انتم ويا المرأة انتم اهل انتم اهل انتم اهل انتم اهل. ما يخالف ما يخالف. هسه جاي عندنا احنا قاعدين بالشعب يم الزراعه يم الجزيره مال بغداد السياحيه. اليوم احنا شدينا كهرباء على حسابنا، التبليط على حسابنا، القاع كله على حسابنا، كله على الاهالي، هي زراعي. اجوا الدوله سحبوا المحوله مال الكهرباء، والله شنو انتو ما مطين فلوس للدوله؟ ليش احنا نطي فلوس للدوله واحنا دافعين 450 الف دينار على مود نشد الكهرباء؟ شنو السبب من سحب المحوله؟ منطقه تجاوزي مو منطقه سحب المولدين. لا هي زراعي. هي زراعي يعني زراعي بس مو مال الدوله، هي على حساب الاهالي، اشترينا القاع الاملاك كلها يعني مال الاهالي وقطعوها مال العبيد، مناطق مال العبيد وقسموها، واحنا اشترينا الكهرباء على حسابنا وشالوا هسه المحوله، وصلنا شهر على هاي المحوله. المحوله مشالوها غير مربوطه على المنطقه اللي بصفها، لان هاي المنطقه الزراعيه ما فيها كهرباء. إيه بس هي قام واحد يبيع للاخ، والله العظيم صارت تجاره بالقران ملل هنا، والله العظيم بزعنا، والله العظيم لا شغل اكو، والله العظيم ملل بالقران. وين نروح؟ والله العظيم هسه خلي يعطونا جنسيه والله نطلع، والله انا كعراقي بالقران اطلع. اي جنسيه خلي يعطوني مصري، اي جنسيه سويدي سوداني هندي، والله بنجلاديش خلي يبدلوني بي بالحسين ملينا، والله بنجلاديش هسه يذبوا بالعراق خلاني ياخذوني، خلي ابيع بهارات، والله والله العظيم بالقران ابيع بهارات، اروح للهند اسوق هاي توك توك، اي والله هسه احنا صرنا هنود، والله العظيم شنو حياتي شنو؟ والله 23 سنه لا متزوج لا هاي هدوم ما عندي بالحسين ملينا، والله العظيم ملينا. ويلي لحد شربك اكو واحد من الحداد يشتغل بالكلاب، والله العظيم ملينا. اشتغل باي كلاب ما زينه، الله شاهد انا جاي من الشعب اللي لا يكرم الله، جاي اشتري كلاب ما زينه وابي حل العوائل على باب الله، ابي حل على الفيس، الله شاهد ملينا. نعم على مود واحد 10 15 يعني على مود حيوانات يقنع اهله. اي والله العظيم يعني تشتري من الناس؟ اي اشتري من الناس وارجع ابيعها على الفيس، هاي لا اكثر ولا اقل، الله شاهد. وزين الشغل بهن؟ زين الحمد لله والشكر. عمي وين كنا نشتغل؟ حداد ملل. يعني احسن من الحداد؟ تطلع يا ابو البيت كراميه محيطيك، والله العظيم. بس الحداد الصنعه حلوه. ما تراد نفس لا طال 25 من كل العالم كله عينه عليك. ليش؟ من عندك وبيك عينه عليك. ليش 25؟ ليش 25؟ انت ما يندك يجيب كله للغربه، يجيب غريب هسه يجيب غريب، انت تلحم والغريب يلحم، يجيب الغريب ينطي احسن من عندك، يفضى عليك كله. تحكي يزعل يا غريب، هو قرايبك من عندك وبيك حداد وياك ما يرتاح لك، ما يشغلك ما ينطيك حقك. زين انت شو مكمل دراسه؟ شو مكمل دراسه؟ بالثاني ابتدائي وبطل كان بيتنا بالكفاح، كلها تعرف انت الفضل بعد كتل ابو سيفين والفضل ايه؟ كانت عالقه صايره وما تقرا جماعه ربع الله ما تقرا وتكتب؟ ها؟ انت ما تقرا؟ لا ما اعرف اقرا واكتب، كل شيء ما اعرف، لا قرايه ولا كتاب لا ابد. ويلي الله يعينك. زين شلون تبيع على الفيسبوك والناس تكتب على الفيسبوك؟ هي واحد يحكي بس ما يخابر الا يكتب. شلون تكتب؟ غير واحد شلون تكتب منشور؟ البصمه مال الكيبورد، اكتب البصمه مال الكيبورد افتحها. هاي افتح البصمه مال الكيبورد. السلام عليكم اظل احكي وبعد يا ترام.
اي والله مرات على الانترنت مرات يخربط يكتب اقول لك انا اكتب اقول لك يكتب اقول لك اي والله عبالي بسوري والله العظيم الحمد لله وشكر عم هذا الله فوق انا الحمد لله وشكر بس مللوني والله هاي شده والله شده عينوني والله مليت عينوني اي شيء شو اسمك انت اسمي محمد ابو جاسم ذهب يلا الله يرزقك رحم الله والديك الله يعطيك صحه وعافيه بدو اروح لك ممنون يا طيب الله يخليك اكتب لي بالفيسبوك اي شيء تريده انا اقول لك بس لا 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 لا, لا, لا انا ساعدك شغلك اساعدك رحم الله والديك شو اسوي لك اي منشور تريد تكتبه تكتب الاسعار خبرنا انا اكتب لك اياه حتى تسوي رحم الله حتى ما يظل تكتب بالمترجم رحم الله والديك اي واحد يريد يسلم عم بيع وهاي بعد يمكم يلا يلا حبيبي رحم الله والديك يلا اسوي لك دعايه الله يخليك فدوه رحم الله شو اسم صفحتك اسمي محمد ساهر على الفيس يلا محمد ساهر طبوا عليه شر من يمه شلونك هسه جاي نسلم عليك حبيبي سلامنا للقناة العراقية الله يحفظك وتحياتنا لكم حبيبي حبيبي رحم الله والديك الله يحفظك شلونك الله يسعدك الله يحفظك خليك هنا نعم مصطفى المطلقة نعم ورقة هاي شنو ورقة هاي؟ هذا مات تبكي مات طلاق راتب ما راعي هسه تمشي معامل ما حد يقدر يطلع لي راتب وانا عندي جهال يعني احنا انفصلنا عنه وهسه قاعده ايجار الله يكون الله يكون بعونك يعني احنا على الموازنه 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 زين قاعده والله ما اقدر امشي معاملات والله صعبه علي ما اقدر ادفع ابني يشتغل تايرات يمنا قريب وين ام ورده ابني ومتي 5000 يشتغل تايرات 5 ايش تكفي شو يا سنة طلقت ايش صار لك صار لي كم مطلق نعم في الله نتواصل ويا وزارة العمل ونشوف ويا يعني مو بس انت حالتك ترى حالة الاف يعني. انا طلعت في التلفزيون ويا علي محمد علي كاظم علي كاظم هم يعطيني زين ويعطيني فما اقدر يسوي لي راتب يقول على مود الموازنه شلون هسه هو الموازنه اي فهسه انا قاعد امشي براتب ماكو هاي معاملاتكم الله يكون بعونك الله يكون بعونك هاي امام وزاره العمل وان شاء الله تنفتح وتصير الموازنه وتاخذ الراتب ان شاء الله نعم 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 حياك الله شلونك تحياتي شو اخبارك؟ شلونك اسال عليك والله دائما اتابعك بالراديو مو بالتلفزيون الله يسلمك شلونك؟ امورك؟ والله نشكر الله انا بيها فقرات ترى من الافراج قمت وجيت الله يساعدك والله العظيم هاي عظامي الله يساعدك مفتقديك اشكرك الله يحفظك الله يشكرك الله ينجحك ويعطيك الصحه والعافيه الله يسلمك في مثل هذا اليوم عام 63 قام انقلاب عسكري في بغداد وقضي على عبد الكريم قاسم وانا شباب نترك عبد الكريم قاسم نعم نترك عبد الكريم قاسم اسمعوني جيدا قبل شهر دا امشي بالسيديه قبال حسينية المهدي المنتظر شفت ثلاث سيارات اسعاف واقفة مكتوب عليها كاتي دهوك ما اعرف كلمة كاتي شنو صحة محافظة ما اعرف واحدة منهن قاعد بها سايق سألتها قلت لها انت من الشمال من دهوك قال لا انا بغدادي بس اشتغل سايق بصحة دهوك طلعت شو ثلاث سيارات ايش عجب قال هاي هنا خطاط دا يخط لنا قطع للسيارات السيارة جانب مالها مكتوب عليها هدية من الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأكثر ضعفاً وفقراً أكرر العبارة هدية من الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأكثر فقراً ونزاعاً في العالم قلت له هاي بس لدهوك قال لا كل العراق كل العراق الاتحاد الأوروبي متبرع له سيارات إسعاف راح أعطيكم لقطة عن عبد الكريم قاسم ماذا تبرع بداية الستينات زار العراق ملك المغرب محمد الخامس اللي هو جد محمد السادس الحالي أنا شخصياً كنت طفل شفته كان لابس فينا حمرة أنا شخصياً شفته من رجع للمغرب عبد الكريم قاسم انطاه هدية أو للمغرب ثلاث طائرات حكم على العراق شلون كان غني العراق تبرع للمغرب ثلاث طائرات اذا اكو اعلامي او رجل مؤرخ خلي يتفضل يكذب لي هذا الخبر ثلاث طائرات العراق اهدى للمغرب
في بداية الستينات، وكان رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم. بعد مليونين سنة ما نوصل إلى هذا المستوى. مليونين سنة أعطي مهلة لأي سياسي عراقي، أعطي مهلة مليونين سنة. ليش هذا تشاؤم؟ تشاؤم ليش؟ ليش؟ لأن الشيطان هو الذي يحكم. الله موجود في سمائه وعلى الأرض الشيطان. هؤلاء شياطين يحكمون الأرض. شفت ترامب ايش سوى؟ 4 سنين قعد على الكرسي ما يهده. أنت ملياردير ايش محتاج؟ وقبل شهرين طب للكنيسة بيد الإنجيل. هذا ترامب الملعون. دام. أدعك فيها بالإنجليزي. دام دام اللعنة اللعنة عليك يا ترامب. شكرا جزيلا. تحيات. تحيات. حياك الله. بس رجلك. شلونك يا أبو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. احنا نشكر قناة العراقية على هذا الافتتاح وهذه الفرصة المناسبة للمواطن العراقي. افتتاح شنو هو؟ لو مو افتتاح احنا موجودين. نعم برنامجنا ايه. برنامجكم ايه. فرصة لسماحتنا لهذا اللقاء. نعم. انا مندوب ووكيل شركة ابراج الحياة للتجارة العامة جمعية حي الجهاد الاستهلاكية. قبل يوم 5/2 استدعينا مؤتمر يخص 500 شخصية عراقية مثقفة. مو استدعينا، دعوة. دعوة العفو. دعوة دعوة آسفين. دعوة مؤتمر يوم 5/2 لكافة الوزارات وباقي المسؤولين في مؤسسات الدولة. نعم. الموضوع كان يخص مؤتمر فيروس كورونا عن التنمية البشرية وتوعية البشر على هذا الموضوع اللي يخص المصلحة العامة في البلد. نعم. فمن ضمن الأشياء اللي صار حدث أكو ناس اللي انجزت إنجاز بعملها الدؤوب في مؤسسات الدولة، أكرمنا لهم تكريم خاص. شكر وتقدير. نعم الجمعيات اللي تكرم. نعم شكر نعم. وتقدير وتك صورة روح. نسمع يعني أستاذ. فمن ضمنها دروع وهدية إلى الدكتور نبيل إبراهيم جاسم مدير شبكة الإعلام العراقي، هدية من السيد الأستاذ زيد طالب مهدي. نعم. مدير المفوض لشركة الأبراج الحياة. هدية درع وكتاب شكر وتقدير لموقف البطولي وموقف الوطني باتجاه العراق. وشكرا. شكرا لك. تحياتي. شلونك؟ السلام عليكم. شكرا. نشكر قناة العراقية وعدفة شغلة يعني مناشدة الوزير. الوزير إذا تقدر تناشده. احكي أنت احكي احكي زي سمعك واحكي. مناشدة الوزير الدفاع، رئيس الوزراء، دارة دارة المحاربين. أنا نائب ضابط من الجيش السابق. أي. الجيش السابق إحنا 18 سنة قاعد نراجع دارة المحاربين. أي إجراءات إنه ماكو. كون ما عدنا قاعدة بيانات. ما عدنا قاعدة. تعد قرار 117. أنا ما عدي قرار 117. وكل ما أروح أسد دارة المحاربين. وأنا أنا موظف خدمة. دخلت لجنة قبل فترة. هسا أكو لجنة تقعد. ما تقعد اللجنة على مود تطيل الخدمة. ما تطل خدمة يقولون ما على ما تقعد اللجنة على ما تقعد اللجنة وصار هسه 18 سنة هسه أريد أطلع تقاعد أنا موظف أنا هسه أصلا ما أريد خدمة من التقاعد ما علي بالتقاعد أنا بس أنا من أريد خدمتي يضيف لي رئيس وزراء خدمتك الدفاع هم يأخذون منك توقيفات تقاعدية ولا لا ياخي ذا مطلوب أنا للدولة توقفات تعطي بس خلي تقعد لجنة تعطيني خدمتي أنت مو بس 18 سنة يعني أنا واحد من الآلاف من 200 ألف أكثر من 200 ألف مو ذولاك العتم قاعدة بيانات المعاملات الموجودة بالتقاعد العام بس إحنا ما عدنا قاعدة واللجان يومية على أساس اللجنة تقعد يومية قبل كورونا قالوا تقعد ورحنا قالوا راح تتشكل هسه وزير الدفاع ما يسمعنا على وقت تناشد نعم بس خلي قاعد لنا اللجنة من 18 سنة خدمة عدام أشكرك أنا إن شاء الله يوصل صوتك الله يخليك أشكركم أنا حياك الله السلام عليكم شلونك يا أبو شلون الصحة يا أستاذ مستر الله يحفظك عندنا مناشدة سيد وزير داخلي نعم إحنا منتسبين وزارة داخلي يعني دفيف يعني تقريبا 2000 300 3000 بيا دائرة بالداخلية كل الداخلية كل المرافق الداخلية نعم. الدفاع المدني النجدة المكافحة نعم. الاتحادية شنو عندنا جمعية تعاونية اسمها جمعية الإدريسي
هاي جمعية مخصصة للمنتسبي وزارة الداخلية على أساس توزيع أراضي مقابل مبلغ من المال. وهنا أعضاء هاي الجمعية، وهاي الجمعية طبعا معروفة من زمان من سنة 1956. أها قديم وجديد. قديمة بس بهالفترة صار بيها احتيال على المنتسبين. استمد اللي احنا دفعنا هاي مبلغ قدره 5 ملايين وفي قسم 6 ملايين. نعم. هاي منش قيد تاريخه 1915 20/4 سؤال هسا احنا هذا ماخذ منك مبلغ 5 ملايين. 5 ملايين عن اراضي المحاويل. المحاويل بابل. زين توزعت لا مو لحد الان. زين سؤال يعني جو. اليوم عندما تحكي هاي الجمعيه ال- ال- الوزاره عندها علم انه عندها تنسيق وقالت لكم انه هاي موثوقه طوها اجانا كتب رسميه عن طريق الوزاره بين هاي محترف بها وانتقلت من ثاني مكان. قمنا عليها دعوه احنا تقريبا 300 400 هاي هسه موجودين على ارض محاويل. القاضي طلع افراج هسه هو موقوف حاليا لعدم كفايه الادله ضد المتهم وسامحا. نعم. هذا رئيس الجمعيه. زين هذا هسه هذا مو دليل. نعم. زين اكو دليل ثاني طونا هم تعهد خطي اقرار خطي بين هاي القاعه المخصصه انه نسخه من عندها اني لي حصه ودافع مبلغ قدره 5 ملايين. زين دوله مجلس الاداره موقعينه من السر والنائب والرئيس ونسخه من السند هي القاعه على اساس مشتريها. هاي بس شنو القاعه هاي بيها 100 وريث وال100 وريث كلهم خارج القطر. زين هذا اقول لك انا بالمحاويل انا ما قرر. نعم. يعني دولة لازم يحضرون ولا هي عندها مشكله بس بهاي القاعه لو عندها مشاكل هسه المشكله احنا اما تنحل عن طريق الاتحاد لان هسه موجوده الجمعيه ودراجه يا اتحاد الاتحاد العام الجمعيات التعاونيه اي هاي موجود باب الشرجي رئيس الاتحاد موجود. نعم. هو دراجع الجمعيه رئيس الجمعيه. نعم مثل قانون وزاره الداخليه شنو دوره؟ والله بعد ما ادري احنا يعني هسه اتصور قبل عن طريق المفتش العام كتب الطلب وخاطبنا وماكو نتيجه. نعم. عن طريق الكيس كتبنا وماكو مناقشه ان شاء الله وزاره الداخليه احنا هسه لكن لا بس السيد وزير الداخليه ومخاطبه الى مدير الاتحاد العام. نعم. وهم عندهم اراضي هسه دراجع الجمعيه يقول لك عندنا اراضي هنا بغداد يعوضون. انت ليش رحت بابل؟ مسقط راسك بابل؟ لا هم خاطبونا قالوا اكو عندنا ارض بس اليوم اليوم, اليوم اليوم الاراضي عندما تنطي من الدوله تتحسب مسقط الراس الصغر. لا مو شرط احنا جمعيه يقول لك انت مثلا هذا تريد هنا يا ما يخالف اعطوني ان شاء الله. انت تحدثت عن نيابه عن مجموعه منتسبي وزاره الداخليه. الله يحفظ منتسبي وزاره الداخليه وان شاء الله ينعمون. يا ترى غيدك شكرا شكرا بس جايك حياك الله. السلام عليكم شلونك يا ابو حسين؟ احنا هاي الطوفه هسه بس ثواني شوي شلونك يا ابو شكرا السلام عليكم استاذ. انا استاذن من الاخر لان انت وضعك صحي. اللهم صل على محمد وال محمد. طبعا نشكر قناتكم الموقره جدا والكادر الطيب وكل العاملين في هذه الاذاعه والقناه الموقره. طبعا انا تلفزيون ما عندي صدقوا بالله اسمع البرنامج بالراديو يشهد الله الراديو هالجديد واسمعكم والله يا حبيبي. واتمنى من الاذاعه او مديرها العام ان يعاد بث البرنامج بالراديو ليلا. واتمنى لهذا البرنامج طبعا مشاكلنا هوايه كثيره تدرون بها انتم بس احنا انا طبعا راح اشكركم واشكر استوديو 10 ايضا. أيه. لانه ايضا تواصل تحياتي لاستاذتنا ست عمر مدرس والاستاذ علاء محسن طبعا والست ايناس وكل الكادر طبعا لاني سبقا طبعا ست امل مدرس كانت مثلك ايضا وقتها انا شايفها شو انت تجري لقاءات تحقيقات مع المواطنين هي ايضا كانت في شبابها استاذتنا الله يحفظها جدا اشكرك انا طبعا. واكو عندي. نعم. ملاحظات طبعا غير هاي اكو ترد بعض الكلمات احيانا بالبرنامج مثلا منذ نعومة أظافره أنا أسمعها الصحيح منذ نعومة أظفاره أسمعها أرجو التصحيح طبعا. نعم. اي طبعا وأتمنى للشباب أيضا مو بس دائما يشكى وأنا كذا هسه شوف أنا مو تعبان والله العظيم أطلع من الصباح أبيع تقاويم هل أقدر له والله العظيم شوية تعبت اليوم أتمشى شوية موك ورجعت فأرجو من الشباب أن يحاول يعمل لا يتكئ على زيد وعمه أو كذا هاي نصيحة. نعم. ولا مثل يعني طرق الكلمات أحيانا
سوقيه ما اتقبلها والبرنامج ايضا ما يتقبلها. نعم احنا اليوم نشوف هذا يعني نعم الشباب هم يقول لك انا فرص عمل ماكو ماكو يعني اليوم يقول لك نعمل هو العمل وينه؟ نعم قل له وين العمل انت بتعمل بعد تتعامل بس هو العمل وينه؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم يعني يقول وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون قريش احنا وين هسه قبل شوي قال يقول يا الله اعتقد الاستاذ فارجو يعني واحد يعني حتى النبي وآل البيت كلهم يوصلون بالعمل مصطفى عندك غير شغلات انت تحاشي بيها انت مو جايب على الجسم على نعم حاشي على غير شغلات عندك شغله هسه 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 احنا اليوم لا خلي وجهات نظر كل واحد هسه انت اللي تريد تقوله شنو؟ شو يقول يقول العمل هو العمل مو كله قاعده بطاله بطاله والله انا مريض بتقاوم اي وانت تشتغل اي لا لا يشتغل بتقاوم العمل والله يعني اللي يريد يشتغل فعلا يقدر شو يسوي مصطفى نعم رحمه على ما يسوي اليوم صاير ما بس دقيقه هسه اليوم هو يشتغل بتقويم ويبيع تقويم ويشتري اشياء ويبيعها والله صح في اشياء تخصك انت لا 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 انا استاذ هذا استاذ ماكو يشهد الله انا اتمنى كل خير لانه شنو هذا نوع المواطن بس غلط يا شيخ صحيح؟ لا 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 ها؟ يا شيخ صحيح؟ انا ما ادخل في جدال هو لا هسه احنا مو في جدال استاذ واذا انا خطان ارجو المعذره لا 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 بالعكس صلي على محمد وعلى بس دقيقه بس دقيقه شكرا جزيلا حياك الله بس هي وجهات نظر اليوم هسه ما حشايف شيء خطا لا شنو؟ يبيع تعقيب لا 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 انا ما اسمع ما كلكم بس دقيقة ما يصير ايش تتلفظ بعلي ما يصير منو علي مصطفى ما يصير تحكي علي يا اخي ما يصير هسه وش حكي على على على, على مقدسات جاي يحكي وجهة نظره وجهة نظره اي وجهة نظره احنا بس دقيقة اجيب لك اشوف نعم بالقاع هاي خليها ما يصير يعني يلا والله العظيم يلا 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 العملك عملك شرف العمل شرف مهما يكون عملك شرف حياك الله شلونك يا ابي حياك الله استاذ انا اتحدث وياك عن اهالي القوقعة احنا اطفالنا معاناتهم شنو اهالي القوقعة زارعين قوقعة هذول اطفال ما يسمعون من الصغر فسووا عمليه زراعة القوقعة احنا شنو معاناتنا انتم مواد ماكو توفير ماكو مواد اضافه الى غلاها وفشحت في الاسواق غلاءها اي شحت في الاسواق ما موجوده اصلا لان هذا الجهاز اصلا احنا مزرعونه سنه 2015 2013 شركه ادفات بونيز ما صنع هذا الجهاز ليش؟ لان اكو تحديث جديد زين تحديث جديد الوزاره ما جاي يجيبونه؟ على اساس احنا مشمولين بالتحديث اي وراجعنا الوزاره وطلعنا مظاهرات قال يابا انتم مشمولين بس بشرط شنو اللجنه تجتمع وتقرر انه ايش قد الاعداد اللي موجوده بهون؟ ما يقارب 200 طفل او اكثر هاي اسمها احنا مجموعتنا ما اعرف مجموعتكم وين مجموعتنا هنا احنا صحه الكرف اي صحه الكرف وين تراجع اليوم مستشفيات مستشفى اليرموك وراجع الوزاره هذه مراجعة الدكتور علاء الطربلي اللي هو بمستشفى اليرموك قال لي اصلا انا الوكيل مالكم ما اعرفه زين انت دكتور وكيل مالتنا مال انت مسؤول عليه ما تعرفه يعني هذا حكي مال دكتور الوكيل منو قصده؟ وكيل ما ها وكيل اللي هي الوزاره مخصصه لانه وكيل اللي مال شركه ادفان بونكس وكيل تجاري يعني تجاري تجاري بس هي الوزاره صح متعقده وياه زين على اساس احنا قلت لك مشمولين بالتحديث لحد الان ماكو راجع على اللجنه حتى ما قاعده زين احنا بشهر 11 حتى قدمنا هذا الاعتراض ولحد الحين شهر ثاني زين وماكو اي نتيجه اي نتيجه الناس اللي عندها فلوس تقدر تحصل على هاي الاشياء ماكو اصلا بدي اقول لك مفقوده بالسوق حتى برا حتى الا من اي الا من برا انا اقول لك من برا يعني من برا جاي تجي الاشياء معانات لا ايش قد سعرها زين يعني انا اقول لك البطاريه بورقه البطاريه بورقه وش قد تحتاج انت بالبطاريه يعني البطاريه كل شهر احتاج بطاريه شهرين كل شهرين زين هاي اذا انا حافظت عليها اذا هو الطفل الطفل هذا تعب في العاب شيء توقع تتصل تهتمان اضافه الكيبل هسه احنا هي هاي مو تعتبر من الامراض المزمنه اللي اكو دفتر يومي طبعا الامراض المزمنه بس يعني اللي توفر واجب توفرها المؤسسات الصحيه المفروض احنا كل شيء معك كل شيء ما هاي معاناتنا صار ان هذا انا اتصور انه اول العام فقط بطاريه بالسوق ماكو سنه ظل بدون بطاريه هذا الطفل مستوى شنو العلمي راح يرجع لي ورا طبعا راح يرجع لي ورا زين لا اضافته معناته انه يرجع عصبي يرجع يقوم ياشر يرجع هذه وكل شيء ماكو قلت لك الحاله من الوزاره كل شيء ماكو نعم زين واحنا ما اعرف يعني زين احنا وضع هذول الاطفال ظل التعليم الالكتروني شلون وضعهم
والله معاناه، اسوي لك معاناه يعني، هذا شنو يعني؟ مو مثل الدرس، مو مثل الدرس طبعا، مو مثل الدرس. وسوي ثاني ابتدائي اللي ما العلم هو عمره 11 سنة، 11 سنة ثاني ابتدائي. ليش؟ يعني بالقوه يلا قبلوه، بالقوه يلا قبلته اللي هذا. ليش؟ لان يعني اول شيء وزاره شو اسمه الصحه تعتبره يقول لك هذا طفل سليم، أي. توديه للمدرسه يقول لك هذا طفل معوق. انا شلون اقبله؟ لازم لجنه خاصه. لجنه خاصه، لجنه خاصه معاناه وياها. هذا يحكي لك كم كلمه، يحكي لك كم كلمه يقول لك هذا وديه وديه. يعني احنا هسه حتى مدارس مثلا ذوي الاحتياجات الخاصه ماكو بس انا اقول لك اكو، بس المعوقين اللي قاعد على عربانه هذا ما يعتبروا معوق. قلت لك ما يعتبروا معوق. زين انت الناس تدخل اللي بخلل تسوي صاحب من الدمجة بالحياة، واحنا اللي مندمج بالحياة نطلعه. قلت لك هي معاناتنا، احنا نعاني من هاي المشكلة. والله قلت لك السيارات يعني كل يسمعني لهاي يا وزاراتنا. نقول احنا دائما الانسان ندمجه بالحياة ونخليه يسوي ويانا يعيش. الا احنا الشخص اللي يبيه خلل نشمره ويقول له روح جدي بيه. ماكو شي منطق. وزارة التربية ومدارسها الخاصة بما يخص ايضا مراكز، احنا عندنا بالسنوات الاخيرة مشكلة المصابين بالتوحد اللي اهلهم الله يعينهم على هذه المسؤولية الكبيرة، اللي ماكو مدارس مختصة او حكومية تقدر تقدم لهم، او الاعداد اللي موجودة يمكن اكو مركز او مركزين لكن مو بالمستوى المطلوب. وايضا الناس جاي تلجأ الى المراكز الاهلية اللي يحتاج لها كومة فلوس، وبالتالي ماكو رؤية وماكو خطط. احنا نشوف الدول العالمية كل شيء بيها موجود، بس احنا ما نريد من دول العالم مثل دول العالم، نريد فد اشياء. نشوف هاي الطفولة، نشوف هاي الناس اللي محتاجة، اللي الله يساعد اهلهم الله يعينهم. ومثل ما هنا عمنا طفل عنده مشكلة بالسمع، وخال لأنه يسمع وصار يسمع بهاي السماعة القوقعة وغيرها، لكن ليش خلينا بهذا العزل؟ ما تستقبل المدارس العادية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة همينة مو بالقدر الكافي وبيها درجات العواقب اللي تفوق 60 و70%. فنقول يا مؤسساتنا شنو ذنب الطفولة؟ شنو ذنب الناس اللي ما عندهم فلوس يشترون على حسابهم أو يخلون أبنائهم بمراكز على حسابهم؟ شنو ذنبهم؟ ومنو إلهم؟ منو إلهم؟ تخيل أنت ابنك بهذا الوضع، بس تخيل إيش قد الابن عزيز، إيش قد الظن عزيز. تخيل ابنك وأنت تعجز أن تقدم له أي شيء، تعجز أن تروح تشتري له أشياء على حسابك لأن الوزارة ما عندها، تعجز يا المسؤول. تخيل هذا الموقف، تخيل هذا، شوف ابنك وانت ما بيدك لا حول ولا قوة. مشكلة. الله يعينك يا عم، الله يعينك، الله يعينك. حياك الله أمي. عليكم السلام. شلونك؟ الله يسلمك يا عيوني. جاي هذا الله وعليكم على قناة العراقية، قناة الفقرة والمحتاجين. نعم. نعم. أنا موظفة 30 سنة عندي خدمة، بلغت التقاعد. أيه. أنا تسمع العافية مريضة، عندي جلطة بالدماغ، نزف وجلطة بالدماغ. نعم. داعاني يعني من أمراض هواية، مفاصل ما مفاصل. نعم. أنا قاعدة إيجار. أيه. المفروض غير يطوني قطعة قاع، أنا 30 سنة. أطالنا كتاب من كانوا ذولاك قبل الأستاذ مصطفى الكاظمي، أطالنا قياعين ببلدية الرشيد. أيه. كل ما أروح بقول إلا كتاب من محافظة بغداد، يا رب وسعي. قالوا عندنا إحنا. أنا قاعدة إيجار، أنا هسه قطعة ونص راتبي، شنو ذنبي؟ أنا إيجاري 350، وعندي 2 معوقين، عندي حفيدي بالكليات وتوحد فيه، وحفيدي بالأخذ مو بالدماغ، ما ألحق على إيجار، ولا ألحق على مرض أطفالي، ولا ألحق على نفسي أنا أشتري علاجات. وناشد مسؤولين، وناشد محافظ بغداد، وناشد بس أريد كل شيء، خلي يقطعون كل الراتب، بس يعطوني قطعة 100 متر، 50 20 متر. ويلي خرابة، وأقعد وخلص من هالمعمعة. ابني مريض، عنده شو اسمه مريض، حالة نفسية ما يشتغل، وتعرف أنا المعينة الوحيدة، والله المعين وأنا اللي على أمراض مالتهم على مرضي يعني. وأنا أشكركم، بارك الله بكم، وأنا صوتي يسمع أناشد الأستاذ مصطفى الكاظمي، أناشد الوزراء، أناشد الطيبين، أناشد كل واحد
مؤمن وشريف ويريد الأجر ويريد الجنة يضرب قضيته. نعم الله يعينك. والله العظيم كل يوم أقول لي لهذا أبو المواجه أقول أصبرني بكي رجعون رجعوا النص الرواتب وأنا ما رجع راتبي هسه دا أروح وين هيئة التقاعد أشوف ليش ما رجعوني ثلاثة التقاعد 260 قطعوهن ذن قطعوهن من الناس كلها. اي بس دقيقه مو احنا انا شخصيا شخصيا يعني تواصلت ويا التقاعد قال انه مشكله عند مصاف الرافدي. يعني اتصلت بالاستاذ حسين علي. بس دقيقه اتصلت بالاستاذ حسين علي ابو مصرف الرافدي تحياتنا الى الاستاذ ابو هاجر وقال مو من يمنا من شو اسمه ورجعوه رجعوا لك اياها هسه. والله ما رجعنا هسه راح للهيئه. اقول ليش ما رجعتون بدون الناس؟ هي مو بالهيئه بالكيكات اتصور بالكيكات مو خليك يمنا وانا اتصل. انت على مصرف الرافدين صحيح؟ على الرافدين سهله بعيوني ان شاء الله ما يقصرون وياك خصوصا مصرف الرافدين. اسمعوني هاي داريك وش ما داريك اشهد اشكرك اشكرك انا مو عراقيه لا عراقيه اجنبيه مو عراقيه. اشكرك امي اشكرك الوقت ادركنا والناس موجوده. شكرا لك شكرا 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 حياك الله. الحين لو تسلم عليك والله وندورك وين ما تشار بس اللي تشوفه بامانه الله. على راسي حبينا نسلم عليك. على راسي ما عندك شيء. والله ما عندي شيء بس حبينا نسلم امانه الله هسه اختي لشاهدك. يسعدني ويشرفني. الله يحفظك. شكرا. الله يحفظك. شارت نايمه وجبتها من النوم بس تعال وياي. ويلي ويلي. على راسي على راسي على راسي عيون على راسي على راسي. السلام عليكم. شلون صحتك؟ شو الاخبار؟ نعم الله يخليك. احنا مشكلتنا مقاطعه 2/10 3/10. يعني مثل سنة 2001 موزعة والحد الآن مماطلة ماكو أي خدمات. حوالي 23,000 قطعة هاي الثرية مقسومة عن نص تطلع بال 30,000 قطعة 45,000 قطعة. أي خدمات ما فيها. أي خدمات ما فيها اللي هي تمتد مني مركز من الوليد ومن مركز الوليد لحد العلوة. حد العلوة باتجاه الدرويش تقاعد. نعم. لا ماي لا كهرباء. ظهرتوا ظهرنا وروابط واكثر من مره ومسؤوليه امين بغداد. احنا ما جاي يجاوب. توالوا امناء بغداد لكن دون حل لهي القضيه. ذكرى على الوجه كانت حيل يعني ما متعاونوا يعني. نعم. فهسه اكو تجاوز من معسكر الصقر ما جاي ينحل. ما ادري مشكلته وين. ما ادري يا مساله بايدن يا غيره ما ندري. هاي الناشد برئيس الوزراء اللي يحلها. وكم تجاوز من الاهالي تجاوز من عنا. لا لا انا حتى قالوا لك تجاوز من الاتحاديه همينا هي معسكر الصقر. نعم شكرا شكرا لك شكرا لك. حياك الله عمو. شلونك استاذ؟ انا شباب انا من عوائل الشهداء. احنا ثلاثه بالورثه من التقاعد. اللي توفى اعتيادي نزلونه. فعندي اختي توفت قبل فتره. رحت التقاعد العام نزلتها. قالوا لي تروح للمصرف العالمي للاسلام لان هي مطلوبه. رحت المصرف الاسلامي شهر التاسع لحد الان. يا بشير مصرف اهلي؟ مصرف العالم الاسلامي. اي اهلي. اهلي. مطلوبه الي هي؟ هي مطلوبه الي. فيقولون احنا ما نعطيك راتبه ولا الا توفي. زين هي ماخذه وابنها موجود وابنها اخذوا عليكم بياله بانه يدفع المبلغ. زين انا شنو ذنب نحن الباقيين؟ مشكله. مين مطلوبه هواي؟ والله مليونين ما ادري قد مطلوبه. تفضل. هاي القضيه القانونيه يلزمك بها يقول لك انت هذا الراتب. انا ما مستلم راتب يعني هسه اكو واحد. انت مستفيد انا مستفيد من التقاعد عن اخويا ما راتب عن اخويا مو عنها. زين واحد ياخذ هسه مثلا محكمه تعدم واحد تحكمه. راجعت التقاعد قالوا لك احنا مش شغلنا. راجعت التقاعد قالوا الا يعطينا الجواب. هذا ابو المصرف الاسلامي كل ما اروح له حجي في الشهر وهذا الشهر التاسع لحد الان كل نتيجه بس خلص تصل. احنا على مشاركة العقود. هسه اتصل بالبر ورا البرنامج. حياك الله. هسه جاي خليك عمو. حبيبي مصطفى شلون الصحة؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. انا كنت منتسب وزارة الدفاع. اي سقوط مال سبايكا كان قبل السقوط نازل للبيت. سقطت سبايكا. بقيت اعود ما يرجعوني. زين بس دقيقة قبل السقوط مال سبايكا انت نزلت بعدم؟ اي بعدم. وين عدمك موجود؟ لا شو اقول وين اتذكر بعد؟ شلون؟ عندي بس هاي الاولويات، اخر عوده تعودت فيها يقول لي اسمك مو موجود وكل شيء ما عندك انت. قلت زين شلون كل شيء ما عندي؟ انت بيا سنه بيا تاريخ نزلت؟ بيا شهر؟ بيا يوم؟ شهر رابع يمكن يوم 20 هيك. رجعت عودت. ايش قد نزلت؟ يوم لا 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 دقيقه نزلت 10 ايام. دقيقه انت ب 2014 بشهر السادس وين كنت؟ كنت بسبايكر.
اي بيا تاريخ نزلت؟ قبل السقوط مال سبايكر. كم يوم؟ تقريبا باربع ايام نزلت البيت انا. نزلت بعدم؟ اي بعدم موجود. أي. كماتك الاول موجود الحين. فرقة فرقة 18 انا فرقة حماية النفط. أي. سبايكر. اي بعدين قمت يعني على وزارة الداخلية ولا الدفاع؟ على الدفاع. اي بعدين قمت اروح يقول لي بعد مو هسه تداومون، بعد مو هسه اخر شيء سكتت قضيتنا. ب 2015 بتحول عودة رحت. اسمك الكامل؟ احمد كريم حمدان يوسف البهادلي. طلع اسمك الوجبات؟ احمد كريم حمدان يوسف البهادلي، وهذا امر اداره عندي كتابين عندي، كل ما اروح يقول لي لا اسمك انت ما موجود، هاي العوده مالتي مال 2015. متواصل من اللواء يحيى الرشيد. اشكرك اشكرك اشكرك. السلام عليكم. مسك الختام نصف دقيقه. اي السلام عليكم. استاذ احنا العفو عقود وزارة الزراعة اي ابناء العراق الصحوات اي ناشدنا كل الجهات الامنية ووزارة الزراعة على مود تثبيتنا وما ثبتونا وصار لنا 12 سنة وجاي تاخذ مراتب هسه عقود اي 350 يلا ان شاء الله حسب الموازنة لكم اي والله ناجلنا استاذ مصطفى اشكرك انا اشكرك اشكرك النازحين النازحين دايرين بالخيم والهسه جو بارد فناشد يعني سيد رئيس الوزراء والبرلمانيين ان اكو نازحين وان يصدر قرار ان النازح يلغي من يلغي النازحين يلغيها لازم لهم مأوى مأوى مأكل وملبس لهذول النساء واطفال وذولا اعراضنا وذولا اولاده هو راعي وكله راعي مسؤول عن رعيته الله يبارك شكرا لك شكرا لك هذا ما يسمح في وقت البرنامج كنا وياكم من تقاطع البياع اتمنى رسائل الناس تصل الى اذان المسؤول والى قلب المسؤول حتى يشعر بمعاناتهم الى اللقاء